بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العلي العظيم. الإسلام هو دين الوسطية، بمعنى أن هناك حقا إذا الإنسان تجاوز عن ذلك الحد وعن ذلك الحق، أو لم يصل إلى ذلك الحق أو إلى ذلك الحد، هذا التجاوز عن الحد أو عدم الوصول إليه إفراط أو تفريط. الوصول إلى الحد الذي هو الحق يكون وسط بين الإفراط والتفريط. يعني مثلا جسم الإنسان بحاجة إلى طعام بمقدار معين من السعرات الحرارية والبروتين والفيتامين وكذا. إذا الإنسان أكثر من حاجة الجسم أكل، هذا إفراط. الطعام الزائد يتحول إلى ضرر على جسم الإنسان. وإذا أقل من مقدار حاجة الجسم أكل، يصاب بضعف وبنحول ولا يتمكن من أداء تكاليفه. فمراعاة مقدار حاجة جسم الإنسان، هذا الحد هو الحالة الوسطية. طبعا يمكن يختلف من إنسان، مو يمكن، حتما يختلف من إنسان لآخر. واحد يشتغل يحتاج أكثر لأن جسمه يحرق سعرات حرارية أكثر، واحد مثلا جهده مو بدني مثلا فكري أقل الجسم يحتاج، واحد مثلا ضخم في جسمه واحد ضعيف، يختلف يعني حسب اختلاف حالات الناس والأشخاص. حتى الفضائل الأخلاقية والرذائل الأخلاقية، الفضيلة هي الحد الوسط. إذا أكثر صار رذيلة يصير، إذا أقل صار يصير رذيلة. مثلا الشجاعة فضيلة، لكن التهور رذيلة، الجبن رذيلة. التهور شنو هو والشجاعة شنو هي؟ الشجاعة بمعنى أن الإنسان يقدم ولا يهاب ولا يخاف ولكن بحكمة. إذا ما استعمل الحكمة هذا يصير تهور، والتهور رذيلة. يعني إذا أفرضوا فد واحد بطل في ساحة المعركة، هذا إذا استعمل الفنون الحربية
وإحتاط الاحتياط الكافي، وأقدم هذا شجاع. لكن بدون مراعاة الموازين الحربية اقتحم ساحة المعركة وقتل، مو فضيلة، هذا رذيلة أصلا. لماذا عرض نفسه للقتل بلاش؟ إذا واحد ألقى نفسه من فوق السطح هذا شجاع؟ لا، يقول أنا ما أخاف من أن تتكسر عظامي. صحيح ما يخاف، بس هذا إفراط، لأنه ماكو حكمة في هذا العمل، هذا تهور. الآية الشريفة تقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الإنسان كريم، كريم، بس لازم يكون كرمه بحكمة. أنت تفني كل أموالك وبعدين بالليل تحتاج أن تسأل الناس الصدقة، هذا رذيلة. وأن تبخل بهذه الأموال أيضا رذيلة. واحد يصرف من أمواله حقوق الله سبحانه وتعالى يؤديها من الخمس والزكاة وما إلى ذلك، حقوق الواجبة، هناك أمور مستحبة مثل الصدقة وإيتاء حق الحصاد وما إلى ذلك. فلا الزيادة في ممدوح ولا التفريط فيه، هاي الحالة الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الله سبحانه وتعالى جعل الأمة الإسلامية ميزان، لأنه الشيء اللي هو الوسط والحق يكون ميزان، أي واحد أكثر من اللازم راح بقياسة بهذا الميزان يتبين أنه رايح إفراط، وأي واحد أقل من اللازم بقياسة إلى هذا الميزان يتبين أنه هناك تفريط. فالله سبحانه وتعالى عندما شرع لهذه الأمة الإسلامية مجموعة من القوانين، إذا التزموا بتلك القوانين يكونون الميزان، الحد الوسط في كل شيء، لا إفراط لا تفريط. فسائر الأمم نقيسها بهذه الأمة، نشوف في الأماكن اللي أكثر من اللازم رايحين أو أقل من اللازم. هذا تفسير الآية وتأويل الآية بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. وكذلك جعلناكم، يعني أيها الأئمة، أمة وسطا. الأمة يعني مجموعة من الناس، وسميت أمة لأنها تؤم الناس يقصدوها. الله سبحانه وتعالى بتشريع مجموعة من القوانين إذا التزمنا بها نكون الميزان. طبعا إحنا يمكن نلتزم يمكن ما نلتزم، فإذا التزمنا نصير ميزان، إذا ما التزمنا ما نكون الميزان. لكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم ولإصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم، هؤلاء ضمن الدائرة التي الله سبحانه وتعالى أرادها، يسيرون في ضمن الدائرة. فلذلك في كل أعمالهم هم الميزان، سواء الأعمال العامة أو الأعمال الخاصة. وطبعا قبل الأئمة الرسول صلى الله عليه وآله، لأن الآية تقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يسيرون في دائرة سنة الرسول محمد صلى الله عليه وآله. فهذا هو الميزان. الله سبحانه وتعالى جعل الرسول ميزان، جعل الأئمة ميزان، ميزان الأعمال. أمير المؤمنين من صفاته كما في الروايات أنه السلام عليك يا ميزان الأعمال، يعني أي عمل ينطبق مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فهو صحيح، إذا أكثر أو أقل يكون ذلك العمل بين إفراط وتفريط وباطل. لذلك إحنا نشاهد القرآن الكريم يتطرق لبعض الأمور الجزئية جدا في حياة الرسول صلى الله عليه وآله. مثلا سورة التحريم سورة كاملة في القرآن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن يقول وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به كذا وأخبرها
من نبأك؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قضية شخصية، في بعض التفاسير أن رسول الله صلى الله عليه وآله شرب عسل، فاتفقت عائشة وحفصة، طبعا هذا اتفاق عائشة وحفصة باتفاق جميع المفسرين، على أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له إن في فمك ريحة مغافير. طبعا هذا أحد التفاسير في الآية، أكو تفسير آخر أيضا يرتبط بماريا رضوان الله تعالى عليها. على كل حال، فالرسول قرر أن لا يشرب عسلا بعد ذلك، وسورة كاملة من القرآن حول القضية. بس بعض يتساءل أن القرآن كتاب هداية، أرسل لهداية المسلمين من ذلك اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مو المسلمين فقط، هداية البشرية جمعاء، وكيف قضية شخصية يحدث يعني بين أزواج وزوجاتهن شجار كذا، شيء طبيعي، وسورة كاملة في القرآن حول هذه القضية. الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد للرسول أن يكون الأسوة والميزان في كل شيء، حتى في حياته الشخصية. يعني الأزواج والزوجات كيف يتعامل بعضهم مع البعض الآخر، الله سبحانه وتعالى جعل الرسول هو الأسوة والقدوة، إضافة إلى جهات أخرى، التحذير من هاتين المرأتين، تحذير يعني حتى المسلمون لا يقعون في فتنة كبرى كما مع الأسف وقعوا في ذلك، وإلى يومنا هذا الأمر مستمر. إضافة إلى هذه الأمور، جعل الرسول صلى الله عليه وآله أسوة في كل شيء، من جملته في حياته الشخصية، كيف رسول الله صلى الله عليه وآله تعامل مع زوجاته، عند زوجة مؤمنة وعند زوجة منافقة، عند زوجة سيئة الأخلاق وزوجة حسنة الأخلاق، وزوجة مطيعة وزوجة عاصية، وما إلى ذلك، كيف تعامل معهم. يمكن كل واحد من عندنا يبتلى بحالة من هذه الحالات، زين، فكيف يتعامل. الله سبحانه وتعالى من لطفه على الأمة الإسلامية بل على البشرية الجمعاء، كل ما يقرب الناس إلى الكمال وإلى الحق بينه، سواء في القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام بينه، حتى يكون الميزان كامل، لأن الأمة الوسط في كل شيء تحتاج. يعني أنت تروح للنصارى، زين، النصرانية شنو هي؟ اقرأ الإنجيل من أوله إلى آخره، مجموعة خرافات، وأي برنامج للحياة لا يوجد، بل النسب الاتهامات اللي وجهت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل المحرفين أكثر من أن يحصى، لواحد حتى ما يقدر أصلا يتكلم على هذا الكلام، تهم اللي منسوبة لهم. فالنصرانية شنو؟ خواء، فراغ، هيك ماكو، بس عندهم الوصايا العشر، وهاي وصايا تلتزم بها لو ما التزمت بها. أما في أمور الحياة الاقتصادية أكو منهج له، أمور السياسية أكو منهج له، الأمور الاجتماعية أكو منهج له، في أي جانب من الجوانب ماكو منهج، بس يقولون أن عيسى حسب زعمهم صلب حتى يخلص البشرية، وخلاص أنت ارتكبت أي ذنب ارتكبته، لأنه عيسى تحمل ضريبة وخلاص أنت هم راح تكون من الصالحين، والله راضي عنك لأن عيسى خلصنا. في حين أن الإسلام لا، في كل شيء. أكو بعض الناس سألون أنه واحد يريد يدخل المرافق الصحية مستحب أن يدخل برجله اليمنى، عندما يريد يخرج من المرافق الصحية يخرج برجله اليسرى، إذا يريد يدخل في المسجد برجله اليمنى يدخل، ويريد يخرج برجله اليسرى يخرج، وكذا، شنو هالأحكام؟ الجواب أن الإسلام لكل شيء، لكل حالة، لكل قضية، حتى الحالات الجزئية جدا إلى منهج. نعم كثير منها مو واجبات باعتبار أنه المنهج موجود، ولكن في الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى ما يريد يضيق على الناس أيضا. لذلك مثلا في مسألة الطهارة والنجاسة، صحيح هناك مطهرات، منجسات، نجاسات كذا،
في نفس الوقت اللي شارع يقول تحذر من النجاسات في نفس الوقت هم تساهل، يعني أصالة الطهارة هم أجريها في كل شيء، ما تدري أنه نجس أو طاهر أجريه. حتى في نفس الوقت اللي يعلمك النظافة في نفس الوقت هم ما يخليك تعيش حياة صعبة. الشريعة السهلة السمحاء كما يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. حتى في جانب الاعتقادات، جانب الاعتقادات لا إفراد لا تفريط. يعني شوف النصارى مثلا شافوا كم معجزة من عيسى عليه السلام، أنه أحيى الموتى مثلا وأبرأ الأكمة والأبرص زين، وأنبأهم بما يدخرون في بيوتهم حسب ما ينقل القرآن، فقالوا هو الله، أو أن الله حل فيه، أو أن الله سبحانه وتعالى تجسد بشكل عيسى مثلا. وأكو ناس تفريط، اليهود اتهموا عيسى واتهموا أمه وقولهم على مريم بهتانا عظيما، بين إفراط وتفريط. لكن القرآن شنو يقول لك؟ يقول لك أنه عيسى عبد لله، ولكن عبد أكرمه الله بمعاجز. لذلك عندما يذكر إحياء للموتى يقول بإذن الله، إبراء للأكمه والأبرص بإذن الله، كله بإذن الله. فلا أنت ترفع تسوي الله، ولا أنه تخفضه وتنكر معاجزه مثلا. بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وآله كذلك، لا إفراط لا تفريط. أكو بعض الناس أفرطوا، شافوا معاجز من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قالوا هو الله، ولا زال بعض هؤلاء موجودين لحد الآن. يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان في طريقه إلى صفين، وصل إلى المدائن، المدائن صايرة شمال الكوفة في الطريق يعني، ففي مقبرة كانت جمجمة، أمر بإحضار هذه الجمجمة وتكلم مع هذه الجمجمة. كانت جمجمة كسرى، أحد الأكاسرة حكام من أكبر الإمبراطوريات في العالم في وقتها، حكام الفرس. لماذا أمير المؤمنين تكلم مع هذه الجمجمة والجمجمة تكلمت معه بإذن الله سبحانه وتعالى؟ لأنه فتنة كبرى، كانت فتنة الكبرى أنه زوجة الرسول خرجت على أمير المؤمنين، وقتل من قتل في الجمل، مناك معاوية رافع لواء الدفاع عن عثمان وطلب دمه، وأكثر المسلمين ما كانوا يعرفون أمير المؤمنين، لأنه أكثر المسلمين في ذلك الوقت كانوا قد ولدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. تقريبا 26-27 سنة كان يمضي من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا الجيل ما يعرف أمير المؤمنين منه، وخاصة أنه كانت هناك حصار إعلامي على أمير المؤمنين صلى الله عليه الصلاة والسلام. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان مضطر أن يري هذه المعاجز للناس حتى يعرفوا في ظل هذه الأجواء المكهربة، إذا جاز التعبير زين. وكثير من الناس كانوا يشوفون هذه المعاجز ويسلمون لأمير المؤمنين، بس بعض الناس ما يتحمل، فلو طرف إفراط لو طرف تفريط. فعندما تكلم أمير المؤمنين مع الجمجمة كانوا مجموعة من الناس، في الرواية يعبر عنهم بالزط، بس ما أدري الزط يعني شنو، عشيرة قومية مدينة جماعة كانوا فيها، مو من العرب كانوا، من الأعاجم كانوا. فذولا شافوا قالوا هو هذا الله، لأنه من طبيعة الفرس شنو كان، على كل حال تعظيم ملوكهم وكبرائهم، كانوا يسجدون أمامهم، يركعون أمامهم، يتكتفون أمامهم هالشكل. لذلك الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تقوموا كما يقوم الأعاجم، لأنه شلون عندما كان يقومون لكسرى يقومون ويركعون له ركوع مثلا، يتكتفون أمامه. هذا التكتف في الصلاة من وين أجى؟ لأنه ذول أسرى الفرس عندما أجوا إلى المدينة، جابوهم إلى المدينة
عمر بن الخطاب شافهم متكتفين، سأل ليش أنتم متكتفين؟ قالوا إحنا هكذا نعظم عظماءنا. قال خو إحنا أولى منكم بتعظيم الله سبحانه وتعالى، فأمر بالتكفير في الصلاة، يعني التكتف. على كل حال، فذولا كانوا يعني هاي طبيعة الغلو موجودة فيهم، قالوا أنت الله. وقسم آخر من الناس من الخوارج كفروا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه شافوا قضايا ما تحملوها. فواحد يتحمل يروح بجانب الإفراط يأله، وواحد ما يتحمل يروح في جانب التفريط يكفره، والعياذ بالله. وكل الطائفتين في النار، ذولا كفار الغلاة، وذول الخوارج أيضا كفار باطنا، نواصب كفار، يعني محكومين بحكم الكفر. حتى الفقهاء يقولون هؤلاء أنجاس، يعني نجس مثل الكافر. شلون الكافر نجس؟ الناصبي كذلك. الناصبي يعني الذي يجهر بالعداء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لأن الناصبي، كلمة الناصبي لها معنيين، هذا بين قوسين. أكو ناس يعادون في قلوبهم ولا يجهرون بالعداء مثل الوهابيين، يعني كبارهم، ذولا يعتبرون منافقين. لكن قسم يجهر بالعداء هذا يصير ناصبي كافر. ذاك الناصب الأول لا يحكم عليه بالكفر ظاهرا، يعني يحكم عليه بالإسلام الذي لا يجاهر بالعداء، يحكم عليه بالإسلام، فأحكام الإسلام تجري عليه من المناكحة والموارثة والطهارة وما إلى ذلك. لكن إذا جاهر بالعداء يكون كافر ظاهرا، ذاك كافر باطنا، يعني يوم القيامة يحشر مع الكفار. لذا في الآية بالنسبة للمنافقين الله يستهزئ بهم. يعني شنو الله يستهزئ بهم؟ يعني في الدنيا يأمر بمعاملتهم معاملة المسلمين، لكن في الآخرة يعاملهم معاملة الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. على كل حال، فقسم إفراط قسم تفريط، وهاي الحالة احنا الآن هم مبتلين بها الآن اليوم الحاضر. إذا تشوف بالنسبة إلى فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والأئمة والرسول ومقاماتهم، أكو ناس بتأثرين بالغربيين بالسنة بالوهابيين كذا، أي شيء يوصل إلى مقامات الرسول ومقامات الأئمة عليهم الصلاة والسلام فورا ينكره. لماذا تنكره؟ لأنه أكو موجة إعلامية وهوسة وتهريج وكذا وتكفير للشيعة، فمن الطبيعي أن الكثير عند ضعف في نفسه ونفسيته عندما يصير تهريج ينهزم نفسيا، ويظهر هذا الانهزام نفسيا في أقواله وأفعاله وكلامه وما إلى ذلك. مع أنه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والوهابين أسوأ منهم، حتى لو اتبعت ملتهم هم يشكون بيك، يقولون يمكن هذا دقدقية دي يستعمل. بس اليهود والنصارى يقبلون، بس الوهابين يمكن ما يقبلون. وهناك قسم آخر لا، راح جانب الإفراط. يعني إحنا عندما نقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله له كرامات، له معاجز، له مقامات، نقول إن هذه المعاجز، هذه الكرامات، هذه المقامات هبة من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم الصلاة والسلام. وإذا الرسول صلى الله عليه وآله إلى منزلة والمقام، فإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه تلك المنزلة وذلك المقام. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الله يعطيك هذا المقام المحمود. لكن مقام محمود موجود بس الله معطيه. إذا نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى شاء بأن يعلم رسوله صلى الله عليه وآله بكل قضايا العالم بما كان وما يكون وما هو كائن، نقول إن الله شاء أن يعطي هذا العلم للرسول، والله على كل شيء قدير. في الحديث الشريف أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان جالس على نهر دجلة، يعني أو قرب نهر دجلة، والإمام الجواد كان مبتلى
لأنه المأمون كان عنده خطة، فزوج بنته أم الفاضل للإمام الجواد. بعدين هم كان يستخدم الإمام الجواد في الظاهر احتراما، بس في الباطن حاصر يخليه في القصور، وهاي القصور مركز الله والفسق والفجور وشرب الخمر وما إلى ذلك. فالإمام معذب جسديا ونفسيا في تلك القصور. فذول الناس النواصب والوعاظ السلاطين وكذا خب يتقربون ويتزلفون للسلطات، فكانوا يتواجدون في القصور، فكان احتكاكهم بالإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كثير. فقال للإمام ما معناه أنه الجماعة جماعتك يتصورون أنك تعلم عدد قطر نهر دجلة؟ كم قطرة في نهر دجلة؟ نهر دجلة تقريبا 1000 كيلومتر طوله، وكم مليار متر مكعب، وش قد قطرات في مليارات المليارات، لا يعلمها إلا الله ومن شاء. جماعتك يزعمون أنك تعلم عدد قطرات هذا النهر. فالإمام جاوب فالجواب مفحم ومسكت. قال له إذا الله سبحانه وتعالى شاء أن يعطي علم عدد قطر هذا النهر لبقى، بق يعني فتبقى، يتمكن الله لو عاجز فتبقى، الله يريد يعطيها هذا العلم، يتمكن الله سبحانه وتعالى لو لا؟ قال نعم. فالإمام قال له وأنا أكرم عند الله من بقى، فإذا الله يريد يعطيني هذا العلم ما في مشكلة. الشاهد شنو هو؟ الشاهد أن الله سبحانه وتعالى اصطفى الرسول واصطفى الأئمة وكذلك الأنبياء، اصطفاهم واعطاهم مقامات، هذه المقامات بإذن الله سبحانه وتعالى، بس هي مقامات موجودة. الرسول إذا يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن بإذن الله، يعني الله أعطاه هذا العلم، شنو المشكلة في ذلك؟ إذا الله سبحانه وتعالى أعطى ولاية للرسول صلى الله عليه وآله لكي يعلم بكل تصرفاتنا، والآية القرآنية هم تدل على ذلك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام كما في التفاسير، كل تصرف احنا نتصرفه الله سبحانه وتعالى يطلع الرسول على ذلك التصرف. ليش؟ حتى يوم القيامة الرسول والأئمة شهداء على الناس، يشهدون على كل واحد واحد منا. زين يقدر يشهد شهادة زور إذا هو ما يدري فد شيء يشهد؟ وما يصير أي شهادة زور تصير. فيجب أن يعلم بالقضية حتى إذا شهد تكون شهادة صحيحة، يتحمل هذه الشهادة حتى يوم القيامة يؤدي هذه الشهادة. بي إشكال؟ لا ما بي إشكال، ودل القرآن على ذلك والروايات. إذا نقول أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه، الله سبحانه وتعالى شاء أن يرتبط به أمور هذا الكون، شو المشكلة في ذلك؟ الله شاء أن يعطي هذه القدرة، كما أن الله سبحانه وتعالى وكل مجموعة من الملائكة بأن يقوموا بعدة من الأمور. من الذي يقبض أرواح المؤمنين؟ الله يتوفى الأنفس، لكن الله سبحانه وتعالى أمر ملك الموت بذلك، وملك الموت عندهم أعوان، فملك الموت عندما يقبض الأرواح بإذن الله، يعني الله أعطى هذه القدرة، لكن ملك الموت. والمدبرات أمرا، أكو مجموعة من الملائكة يدبرون أمور هذا الكون، هذا غلو في هؤلاء الملائكة؟ لا، لأنه يدبرون أمور هذا الكون بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني الله أقدرهم على ذلك، وكل شيء تحت قدرة الله وعلمه وإرادته. فإذا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي يتحكم في هذا الكون بإذن الله، شو المشكلة في هذا؟ غلو؟ لا مو غلو، بل إذا قام الدليل على ذلك فإنكار هذا الدليل يكون تقصير. فإذن
مقصود من ذلك أنه الله سبحانه وتعالى جعل الأمة الإسلامية وسط، الميزان هو الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وكل شيء طرف الإفراط والتفريط هو الحق، لا زيادة لا نقيصة. إحنا في برنامجنا في كل شيء لازم هذه الحالة نراعيها، لا إفراط ولا تفريط في معتقداتنا. نشوف القرآن الكريم شنو قايل، الأئمة عليهم الصلاة والسلام وقبلهم الرسول صلى الله عليه وآله شنو قايلين، اعتقاداتنا تكون على ذلك النهج، في أعمالنا كذلك، في أخلاقنا كذلك، في أمورنا كذلك. إذا هكذا كان يكون كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فليتأسى متأسن بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكة. الهلكة بمعنى الهلاك في الآخرة، النار، وأيضا الحياة الصعبة في الدنيا. يعني الآن إحنا المسلمين أليس حياتنا صعبة؟ ليش؟ لماذا حياة المسلمين صعبة؟ لأنه أعرضوا عن أحكام الله سبحانه وتعالى. حتى المتدينين، المتدين يصلي ويصوم ويخمس ويحج وفي أمان الله، يعني الغالب هكذا. هل نظام حياته هو النظام الذي جاء به الإسلام؟ لا. في زواجنا، في معاشرتنا الاجتماعية، في أمورنا الاجتماعية، في علاقاتنا مع أقربائنا، مع أصدقائنا، في قضايانا، هل نراعي الأحكام الشرعية هسه من واجبات أو مستحبات؟ الغالب، لا نقول الجميع، هناك من يراعي كاملا، الغالب لا يراعي. الآن كمثال على ذلك، الزواج في مجتمعاتنا طبق النظام الإسلامي؟ الجواب لا. المهور غالية جدا، صحيح يجوز المهر يكون قنطار كما في الآية، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وآله مهر السنة، تبسيط في أمر الزواج. البعض عندما تتكلم وياه يقول أنه يعني بالنتيجة هذه بنت عزيزة أنا أريد أزوجها، لازم أزوجها بأغلى الأثمان، وإذا المهور المهر كان غالي هذا يعني قيمة المرأة اجتماعيا يكون قليل. نقول له أنت تعرف أكثر، لو الرسول صلى الله عليه وآله حيث زوج فاطمة سلام الله عليها بمهر السنة، مهر السنة يعني بفلوس اليوم يصير 600 دولار تقريبا، لأنه 500 درهم شرعي، الدرهم الشرعي هم 500 درهم الشرعي يصير 262 ونصف مثقال من الفضة، 600 دولار تقريبا، هذا مهر فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهذا قلل من قيمة الزهراء سلام الله عليها؟ لا. الأئمة كلهم عليهم الصلاة والسلام تزوجوا بمهر السنة، وزوجوا أبنائهم بناتهم بمهر السنة، قلل من قدرهم وقيمتهم؟ لا. زين، عندما المهور تكون غالية والشرائط تكون صعبة، زين، وكذا 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 كذا، سواء من طرف الزوج أو طرف الزوجة، النتيجة شنو هي؟ النتيجة أنه ملايين العانسات وملايين شباب يريدون يتزوجون لا يتمكنون. زين، حياة هؤلاء صعبة وحياة أولئك أيضا صعبة. هذا ناهيك عن مشاكل اللي تصير يمكن في القضية. في أمورنا الاجتماعية نتبع الرسول؟ لا. في أمورنا السياسية؟ لا. في أمورنا الاقتصادية؟ لا، إلا القليل. عد هذا مسبب أنه نعيش في ظنك حياة صعبة، كل أمورنا صعبة، أي شيء تريد تسوي كل مشاكل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل ميزان، إحنا ما نلتزم بهذا الميزان، لو نروح زايد لو نروح أقل. ونتصور أن الدين هو الصلاة والصوم والحاج والخمس مثلا كذا، هذا طبعا هذا جزء من الدين وجزء مهم من الدين، وهذه أركان للدين، لكن الدين له جوانب أخرى، إلى فضائل، إلى رذائل يجب أن تترك، إلى آداب اجتماعية، إلى قضايا. إذا تراجعون الروايات، روايات الأحكام هي قسم من الروايات، هناك قسم كبير من الروايات في جوانب أخرى،
القرآن الكريم عشرة أو أقل من العشر هو أحكام، حسب المعروف يقولون آيات الأحكام 500 آية، والقرآن أكثر من 6000 آية، يعني 5500 آية في مواضيع أخرى، كثير منها في المسائل الاجتماعية وكثير منها في مسائل أخرى. إذا إحنا حاولنا، والإنسان إذا حاول الله سبحانه وتعالى يوفقه، إذا حاولنا أن نطبق حياتنا على حياة الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام، ماذا فعلوا نفعل، ماذا تركوا نترك. الله سبحانه وتعالى أيضا يبارك، لأن الله هو مسبب الأسباب وكل شيء بيد الله، بس أنت امشي خطوة، الله سبحانه وتعالى يتقدم لك ميل حسب الحديث الشريف، طبعا هذا تعبير مجازي، يعني الله يرسل عليه رحماتك. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات.